اليوم لاول مره رابطه وهران اللي جيدو راهي درنا رانا نعملوا تقنيه الفار اللي هي اهم شيء هنا في هذه الكومبيتيسيون، تحضيرا دائما تحضيرا لالعاب البحر الابيض المتوسط ان شاء الله. وراكي ما راكم تشوفوا راهم كاين هنا لي كاميرا، وهذا البيسي هذا هو اللي يتحكم في هذوك لي كاميرا. اون كنشوفوا في اي طابي اي اشكال ولا حنا نروحوا ديريكت للبيسي ونروحوا للكاميرا اللي راهي فيها الاخر ونحلوا نحلوا مع الشيخ الهواري ثاني حكم ونشوفوا نعطوا الا كانت النتيجه هي ولا خطا، ولا كان داك خطا رانا نصرحوا به للحكام تاعنا هذا الحكام باللي ودي فوالا راه كاين خطا ولا كاين نتيجه. نشوفوا خطا ونشوفوا لي كوتش اعترضوا عليه، دروك اي كوتش يحوس على المصارع تاعه هو اللي يربح. احنا هنايا نلجؤوا الى تقنيه الفار، يدوموندي الكوتش يدوموندي تقنيه الفار. راه كاين محللين حكام محللين وكاع راهم يشوفوا ما بدورهم، وحنا ثاني ككاميرا كتقنيه الفار نشوفوا بدورنا وان شاء الله نخرجوا بنتيجه. احنا من الناحيه تاعنا نقدموا الفيديو تاعنا ونقدموا بالتدقيق، وهما ثاني يقدموا بالخبره تاعهم والاكسبيرونس تاعهم ونشوفوا نخرجوا الى نتيجه ترضي كل الاطراف. الكوتش الاول يروح مرتاح والكوتش الثاني يروح مرتاح بكل الاطراف، خاش كاين هنا دي جيدوكا بروفيسيونال اللي راهي الجزائر معتمده عليهم ان شاء الله في العاب بحر العاب المتوسط. عندهم الخفه وعندهم الدقه، تسمى في فراكسيون سكوند ما تبقاش تغضب هذاك الموفمون هذاك يليق بتقنيه الفار تري رابيد. عليها درنا هذه تقنيه الفار ان شاء الله والحمد لله ناجحه 100% بامتياز. الحمد لله الرابطه لولاية وهران ولا رأس السيد خالد ابراهيمي اعطاني هذه الثقه، منحني هذه الثقه تاع اللي هي اصعب ثقه، هي ثقه هي تقنيه الفار. وان شاء الله هذه التقنيه هذه كاينه غير في الجي وهنا في وهران الحمد لله. ورانا مستعدين ان شاء الله نصدروا هذا الفكره هذه نصدروها لكل ولايات ان شاء الله، لولايه الوطن واللي ما تتعمم هذه في كل ولايات الوطن ان شاء الله.